Assalamualaikum, marhaban. InsyaAllah اليوم سأذهب إلى مطعم الجديد في جومبدا. قبل ذلك اسمي نور أصف ألا بنت أنوار. أنا أدرس في دبلوم التاريخ والحضارة الإسلامية. في هذا اليوم إن شاء الله سأحضر إليكم المائدة المشهورة في شرق ماليزيا خصوصا في ترنجانو وكلانتان. من هي؟ إسبير. الحمد لله قد وصلنا في هذا المطعم. ما هي المطعم؟ المطعم هو ناسي داغان التسوق. هذا المطعم أصل يقع في التسول، ولكن فتح رئيس المطعم المطعم الجديد أحد منكم في جومبدا. ويقع هذا المطعم بجانب كيفي بوزي، مشهور باسم رفولي كوبوزي. ويقع هذا المطعم أيضا أمام مركز شرق. قال رئيس المطعم في كل صباح كثير من الزبائن يشتري المائدة في هذا المطعم. وعندما وصلنا في هذا المطعم في الساعة السابعة نجد الطقس قوي جدا. وصلت الطعام، وإلى أمامي هنا يوجد أشهر الطعام في هذا المطعم. من هو؟ أنا وهو ناسي داغان التسول. وللشراء حدثت بيبي بي، وهذا الماء أشهر في هذا المطعم أيضا. هذا الطعام رائحته طيبة. هيا نأكل معي. قبل ذلك لا تنسى قراءة الدعاء. في هذا الطعام يوجد الأرز. هذا الأرز المطبوخ مع حليب نارجي أو سنتان في ماليزيا. ويوجد أيضا هنا السمك المطبوخ مع القناكش أو رمبا. وبذلك يوجد السلطة وليكوا. يوجد أيضا بيضة ممكن أو بيضة وفلفل. وهذا هو مطبوخ مع السمك أو مشهور باسم كاري السمك في ماليزيا. هيا نأكل معي. هذا
kuah kari, ada kuah kari atama, kuah santan, kari bunda rojin, makbul tayyib, ma'am. هذا الماء لذيذ جدا.